مرحلة القط ثم الفرز ثم المعالجة بروسس، بعد كذا نجي لمرحلة التجفيف. الشروح طلع لك شراء لحاله والصرف لحاله، وبعد كذا خلاص تروح للتاجر او للمحمص. هذا محصولنا السنه هذه من جبل شتى الاعلى، وان شاء الله الى المملكه، مو بس للمملكه، ان شاء الله الى العالم كله باذن الله. أول شيء احنا نقوم بعملية التقييم الأولي، هل القهوة وافت المعايير أنها تكون قهوة مختصة أو غير مختصة؟ القهوة المختصة دائما تخضع لمقياس المنخل اللي هو حجم الحبة، لابد أن يكون من 15 وأعلى. الكابينج أو التذوق هو تقييم حسي من 10 مراحل، وفيها نبدأ نطلع الروائح الإنزيمية اللي تبدأ بالخضروات والفواكه والأحماض والزهور والورود. نشم تفاعلات احتراق السكر اللي هي الشوكولاتة والكراميل والمكسرات. نقوم بعدها بتنظيف الطبقة الرئيسية للقهوة، ونبدأ نكمل التسع المواصفات اللي هي النكهة، وبعد الطعم أو بعد البلع، والحمضية والقوام والتوازن، وبعد كذا التماثل ونظافة الكأس والحلاوة، بعد كذا التقييم العام لهذه القهوة.